لجنة التمريض في التعليم تأهيل الجيل القادم لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتغيرة. التوظيف في المستقبل رهن إتقان مهارات الذكاء الاصطناعي. برنامج اليوم مع سهى زبن ورغدة إبراهيم. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. وصباح الخير عليك يا سهى. صباح الخير رغده. سهى، نبدا اليوم حديثنا عن الافكار اللي تخطر في بالنا وعلى بالنا في اليوم الواحد، مش بس مره، مش مرتين بس، يا ريتهم مره او مرتين فقط، لان الافكار تصل الى الاف الافكار خلال اليوم وتاثر على حياتنا اكيد بشكل يومي. صحيح رغده، يعني هذه الافكار تتكرر بشكل مستمر في اذهاننا. الافكار لها تاثير كبير على حياتنا، فما بال إن كانت هذه الأفكار سلبية أو مسمومة. الأفكار تعتبر واحدة من أخطر العقبات التي تقف أمام الإنسان وتعيقه عن التقدم والإنجاز، وبالتالي يعيش صاحبها شعور العجز واليأس ظناً منه أنه ضحية هذه الأفكار المحاصر بها. نعم، بحسب موقع Psychology Today من المهم أن نحاول طرد هذه الأفكار كلما خطرت في بالنا ونحولها لأفكار إيجابية قدر المستطاع، وهذا طبعاً من خلال خطوات بسيطة مثل أن نتوقف عن لعب دور الضحية وإلقاء اللوم على الظروف والناس لمجرد التهرب من تحمل المسؤولية، أو لربما التصالح مع الذات والتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، لأن ذلك ممكن يجعلك تشعر بالدونية وبأنك لا تستحق وبأنك أقل من الآخرين. من هنا تأتي رغدة فكرة الامتنان لما نملك وأن نحاول أن نتقبل الواقع ونتصالح معه. فمثلا ليس من الضروري أن تكترث دوما لما يعتقده أو يظنه الآخرون حولك، المهم أن تكون راضيا بما تنجزه وتفعله وتتوقف عن التفكير بالماضي ولوم نفسك، فذلك سيعيقك من الاستمرار والمضي قدما. تحتاج فقط أن تكون ممتنا لكل ما تملكه الآن وتسعى لأن تحقق الأفضل بالطريقة التي تراها أنت صحيحة. المهن كانت وستبقى مهمة لحياتنا، ومنها المهن المرتبطة بالصحة وبالأخص بالتمريض، واللي هو عبارة عن خدمات إنسانية وطبية تسعى للمحافظة على سلامة المرضى وتقديم الرعاية لهم، وأيضا وقاية المجتمع وحمايته من الأمراض والعدوى. خلال الجوائح والكوارث الصحية والحروب وغيرها من الظروف الاستثنائية، تصبح المهام التي تقع على عاتق الممرضين والممرضات صعبة للغاية وكثيرة، كما وتحتاج لطاقات مضاعفة، وهو ما كان واضحا خلال العامين الأخيرين مع أزمة كورونا، لتلعب طواقم التمريض دورا أساسيا وحائطا للصد ودرعا لحماية المجتمع من الأوبئة، وهو ما دفع الجهات المعنية للتركيز على أهمية تأهيل الكوادر التمريضية للتعامل مع مختلف الطوارئ الطبية. نعم سهى، لهذا السبب تحتفل الطواقم الطبية حول العالم هذا العام باليوم الدولي للممرضات تحت شعار ممرضاتنا مستقبلنا، وهذا بإشراف من المجلس الدولي للممرضات، والذي يحدد متطلبات التمريض في المستقبل من أجل مواجهة التحديات الصحية العالمية وتحسين الصحة العامة للجميع. إذن نظراً لأهمية مهنة التمريض، تتجه العديد من الدول إلى زيادة إقبال المواطنين على الالتحاق بهذه المهنة وتحسين البرامج الأكاديمية وإدراج المهنة في المناهج الدراسية. دعونا نستعرض سوياً الآن بعضاً من الحقائق عن مهنة التمريض، حيث توثق منظمة الصحة العالمية نقص الكوادر التمريضية في الشرق الأوسط بنسبة تبلغ 17%، رغم أن كوادر التمريض والقبالة تمثل أكثر من نصف القوى العاملة الصحية، ويعمل في مهن التمريض والقبالة حوالي 6 ملايين ممرض وممرضة بمختلف دول الشرق الأوسط. ومع ذلك تسجل المنطقة ثاني أدنى معدلات كثافة في كادر التمريض من بين جميع أقاليم المنظمة، لذلك تشير المنظمة إلى الحاجة إلى 9 ملايين عامل إضافي من الممرضين والممرضات والقابلات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. نعم، وننتقل إلى الإمارات الآن، حيث يجذب قطاع التمريض كوادر مهنية من مختلف الدول لمواكبة التطور التكنولوجي والمهني وتلبية الحاجة المتزايدة للقطاع الطبي، وهذا خاصة بعد فترة الجائحة وانتشار
انتشار الأمراض والأوبئة في السنوات الأخيرة، واتجهت الدولة لدعم توطين مهنة التمريض لسد العجز في صفوف الكادر المهني، وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة خارطة الطريق لعام 2025 بهدف زيادة أعداد المواطنين والمواطنات الراغبين بالالتحاق بالمهنة وتحسين البرامج الأكاديمية التمريضية. دور كبير يقع على عاتقها في رعاية المرضى ومراقبة حالتهم الصحية، حال الممرضة إيمان، وهي تقضي ساعات يومياً في هذا المستشفى بين غرف المرضى والأجهزة الطبية، يدفعها شغف بمهنة تقول إنها تحتاج إلى قدرة على التحمل والتعامل مع المواقف المختلفة. تقريباً بقالي 15 سنة في المجال مهنة التمريض. زي ما كل الناس حضراتهم عارفين إن مهنة التمريض مهنة سامية جداً، لكن ليها برضو صعوبات إن هي مفروض بتواجهنا، يعني من ضمن أهمها الوقت، عامل الوقت، لأن الوقت إحنا مفروض نبقى متاحين معظم الوقت هنا، وفي أي وقت فيها عندنا ساعات بيطلبوا لنا أونكول لبعض الحالات، فإحنا مفروض يبقى عندنا أفيلبل لأي وقت، وفي أي وقت يطلبوا لنا نقول أوكي، وعلشان في الأول في الآخر نقدم الهدف المنشود لينا، ويبقى إحنا عملنا الهدف السامي اللي إحنا بنسعى ليه والجانب الإنساني، وفي نفس الوقت عملنا ساتسفاكشن للمرضى. يجمع الممرضون هنا أن أكثر ما يربطهم بمهنتهم هو الجانب الإنساني، لكن تنفيذ الرعاية الصحية على أتم وجه بحاجة إلى الدعم من خلال توفير بيئة عمل آمنة وتقديم كل ما يلزم من تدريب. أهم حاجة الشكر والتقدير، يعني أي الممرضين في يومهم، إحنا عملنا اليوم ده عشان عرفنا دورهم الفعال المهم جدا في المنظومة العلاجية، لازم نقدرهم ونشكرهم ونقول لهم شكرا في اي حاجه كويسه عملوها. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه كمان ان انا لازم ادي لهم مجال انهم يتعلموا، يعني الفئه الجديده او اللي طالعه او اللي لسه ليها قدامها فتره انهم يتعلموا، لازم اديها مساحه انها تتعلم. يحل اليوم العالمي للتمريض وملائكه الرحمه يواصلون مهنتهم رغم المخاطر التي تتعرض لها اطقم الممرضين، الا انهم ظلوا في الخطوط الاماميه للمواجهه في مهنه باتت تتطور بسرعه. ظل سوق العمل في مجال التمريض غير مشبع في الإمارات بالكوادر المحلية، ما أدى إلى إقرار استراتيجية دعم توطين المهنة، وبجوار الحرم الجامعي يقوم هذا المستشفى بتدريب طلاب التخصص الذي شهدت نسبة التوطين فيه بالجامعات زيادة بنسبة 13%. نعمل بشراكة دائمة ومستمرة مع جامعة الشارقة لتدريب جميع الطلبة من كافة الكليات الصحية وخصوصا طلبة كلية التمريض في جامعة الشارقة، حيث كما تفضلت يتضمن تدريب الطلبة تقريبا حوالي 300 طالب وطالبة سنويا من مختلف السنوات الدراسية في كلية التمريض، ولاحظنا نسبة زيادة ملحوظة أكثر من 10% زيادة نسبة المواطنين الملتحقين بكلية التمريض في جامعات المختلفة في دولة الإمارات الحبيبة. أخذ التمريض في الإمارات ينحو باتجاه وضعه في أطر تعليمية ليدرس رسميا في المدارس والمعاهد والجامعات ليصبح ركيزة أساسية في العمل الطبي وسط تطور آليات العمل في المستشفيات وبالتزامن مع التقدم التكنولوجي في وسائل التمريض. من المستحيلات أن يتم تبديل مهنة التمريض بالذكاء الاصطناعي. مهنة التمريض قائمة على الرعاية بعطف وحنان وإعطاء حس العطف للمريض، والرعاية التمريضية هي رعاية إنسانية. من الممكن أنه إدخال التكنولوجيا والارتفيشل انتليجنت لمساعدة طاقم التمريض للقيام بعمله بشكل أفضل وأحسن، ولكن لن تستبدل مهنة التمريض إن شاء الله. وتؤكد السلطات الصحية في الإمارات أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تعزيز حوكمة مهنة التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية لضمان ديمومتها. مصطفى سكحال، الحرة، دبي. أما في لبنان وفي وقت ترزح المستشفيات تحت ثقل الأزمة الاقتصادية وتشهد البلاد إقفال بعض المستشفيات ودمج أخرى أيضا، يحل اليوم العالمي للممرضين والممرضات في لبنان كمناسبة لتجديد مطالبهم بتحسين رواتبهم التي انهارت بفعل تراجع قيمة العملة المحلية. نعم رغدة، كما يطالب الممرضون بتحسين الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم، لا سيما وأنهم ناضلوا ووقفوا في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا في العامين الماضيين.
تبذل الممرضة حنين حنون جهداً مضاعفاً في إسعاف وتطبيب مرضى الطوارئ داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي. تتحدث عن معاناة مضاعفة ترزح تحت وطأتها، الأولى انهيار قيمة راتبها وغياب أي تحفيزات اجتماعية وبدلات النقل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والثانية تتعلق بالصراع الذي تعيشه بين البقاء في لبنان أو الهجرة للعمل في الخارج في حال سنحت لها الفرصة. معاناة الممرضين يعني بدون قد ما فيهم بدون يشوفوا راحة المرضى، تلبيات حاجات المرضى، يكونوا المرضى مرتاحين معنا، وهالخبريات ونبي حاجاتهم وظروف البلد، وخاصة نحن هون مستشفى حكومي، يعني المرضى التعبانين وهالخبريات اللي بحاجة أمس حاجة لعنا بيجوا لعنا. تحديات يومية لا تغيب عن مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، لكن غالبية ممرضي وممرضات لبنان تقطعت بهم سبل العيش وأداقوا ذرعا باستمرار تردي أحوالهم الاقتصادية. 3000 منهم حزموا حقائب الرحيل ووجدوا فرصة عمل لهم في الخارج، آخرون فضلوا البقاء على أمل تحسن الأحوال. كممرضين شباب تحديدا يعني عندنا صعوبات كتير هون يعني بلبنان بالبلد تحديدا، مشاكل اللي بتواجهنا يعني بقلب الطوارئ، مشاكل والقصص المالية عند المرضى. نحن عندنا مشاكل لأنه معاشاتنا ما عم تأدي صراحة، يعني الأمور اليومية، إذا شاب بده يفتح يعني يعمل عائلة أولاد بالمدارس أدي أبداً لمعاش، كمعاش ما عم بيأدينا، بالأخص كمان اللي عنده عائلة في علينا كتير ضغوطات كمدارس كحياة اجتماعية كمصاريف. غض النظر مجرد فتنا على المستشفى بننسى قديه بنقبض، بننسى حياتنا الخارجية، كان عندنا مشاكل، كان عندنا ضغوطات، في النهاية في مريض، ما زنبه شو ما كنا عايشين برا، ما زنبه يعيش توتر احنا عايشينه، والوضع على الجميع. نقابة الممرضين والممرضات أنجزت دراسة أوضحت فيها تحسين الرواتب، بينما تتفاوض مع وزارة الصحة اللبنانية لإنعاش الرواتب بالليرة اللبنانية بقيمة عادلة مع الدولار الأمريكي. نحن اليوم عم نتفاوض سوا لأنه هالدراسة طلعت لنا أرقام تنشوف قدي فينا نعطي منها، وخاصة أنه عم نطالب يكون في قسم منها أو إذا مش كلها بالدولار الأمريكي، لأنه ما عاد فينا نقبض قدي بدنا نقبض 3 مليون 4 مليون 10 مليون والدولار عم يطلع، كمان لازم يكون في قسم من الراتب بالدولار. جهود حكومية تبذل لتحسين أحوال ممرضي لبنان والطاقم الطبي الذي أثقلته الأزمة الاقتصادية ومحاربة وباء كورونا، لكنها جهود حسب كثيرين تبقى مؤقتة مع غياب الحلول الإصلاحية الشاملة والمستدامة. اليوم العالمي للممرضين والممرضات شكل مناسبة هذا العام لتجديد المطالب بتحسين الرواتب التي فقدت قيمتها الشرائية مع انهيار قيمة العملة المحلية، لا سيما وأن هؤلاء الممرضين والممرضات ممن بقوا في لبنان يكافحون لتحسين أحوالهم الاقتصادية والمعيشية، أملا منهم بغد قد يكون أفضل. جين عفيش، الحرة، بيروت. نناقش الآن مشاهدينا أهمية تعليم التمريض في المناهج الدراسية، وحول هذا الموضوع تنضم لنا الخبيرة في مجال التعليم والمناهج نادين جودي. أهلا بك سيدة نادين. سيدة نادين، خلال أزمة كورونا المجتمعات حول العالم عاشت أوضاع مأساوية مع نقص الكادر التمريضي في هذه الأحداث، اليوم هل استفادت الدول برأيك من تجربة كورونا للتمهيد لتدريس على سبيل المثال هذه المادة أو تمريض أو الإسعافات الأولية حسب برأيك في هذا الأمر؟ طبعا جائحة كورونا كان جرس إنذار للعديد لحتى يشوفوا قديش في عنا نقص، وبين بالإحصاءات وبدراسات كتير كبيرة أنه عنا نقص كتير كبير بالممرضين، والنقص كتير كبير يعني بالملايين، فعشان هيك أكيد صار في توعية وإصرار على تشجيع وتحفيز الإقبال على مجال التمريض، لأنه عنا تقريبا الرقم كتير كبير 6 ملايين ممرض نحن بحاجة له، فحطوا الخطة
خطه من هلا لل 2030 بانه نحن ندعم التنميه المستدامه ونجهز عدد كبير من الافراد الطلاب ان شاء الله اللي هلا عم بمجال التعليم لينضموا للنيرسينج لحتى ما يكون في عندنا نقص. فجائحه كورونا كانت انذار لحتى ما نوقع بنفس المشكله ونوقع بعجز تامين الصحه والامانه لكل العالم. عظيم. يعني استاذه نادين تدرس الكثير من الدول ادراج التمريض ضمن المناهج التعليميه، بوجهه نظرك كيف ترين هذه الخطوه؟ أكيد أكيد هو كاختصاص موجود بكل بلدان العالم، أكيد موجود منه مهني موجود منه جامعي، ولكن نحن كتربويين نتمنى أنه يكون في توعية خلال المرحلة المدرسية لحتى نشجع الجيل يلي هو ونوعي على أهمية الصحة وأهمية اختصاص النيرسينج. كاختصاص الجامعة أكيد التلميذ إذا هو ما كان راغب وأهله مشجعينه على هذا الشيء هو عنده ميول للنيرسينج ما لح ينضم لهذا الاختصاص بسبب أنه هو مظبوط لابس روب ابيض ولكن همومه سوداء فهن بيعرفوا انه التمريض همه كثير كبير. فنحن هون دورنا كثير كبير كتربويين وكاهل اذا نحن فعلا عندنا ميول للمهمه الانسانيه انه نشجع اولادنا انه يفوتوا على التمريض لنقدر نعمل هذا الشيء. نحن خلال المناهج لازم ندخل مواد بتركز على التمريض، لازم ندخل نشجع شخصيه التواصل الصبر، نعلم دروس على التفاني وعلى الصبر ونعلم دروس بخلال المناهج على اهميه التواصل مع الآخر والاستماع والإنصات وإذا حدا تذمر مقابلنا كيف نتحمل. فننمي السمات الشخصية عند هذا التلميذ لحتى نشجعه يفوت على النيرسينج. أكيد المختبرات العلمية والأبحاث والمواد العلمية موجودة بالمناهج ولكن اللي بينتقص بالمناهج هو التوعية على أهمية الأمور الإنسانية وعلى السمات الشخصية اللي بتخليه يتحمل الضغوطات والصعوبات وهموم الحياة. فنحن دورنا بإدخال مواد على المناهج بالمرحلة المدرسية، أما بالمعاهد والجامعات فهذا الاختصاص موجود، ولكن بنقدر نعمل شغله انه نشجع كثير المدارس والمعاهد انه هذا الاختصاص تحديدا يكون شبه مجاني لحتى نزيد استقطاب عدد الطلاب لهنيك لانه عندنا يعني من الابتدائي او الثانوي. طيب السيده نادين، ما هي انواع البرامج والدروس اللي ممكن يتم ادراجها ويتم وتنفيذها حتى لتعريف الطلاب على مهنه التمريض؟ على مهنة التمريض أوكي، في دائما بيكون في معارض اللي هي جامعات بيعملوهن للطلاب لحتى يختاروا الاختصاصات. بهيدا المعارض اللي بتكون لازم يكون في توجيه كتير كبير على قصص النجاح والأهمية الكبرى لاختصاص التمريض، ونخلي كل حدا مثل ما شفنا بعد الأزمات الموجودة مثلا بلبنان بالانفجار كيف حطينا لقينا النيرسات كيف عبطوا الولد وقديش هيدا القصة مؤثرة وكيف كان الخير عم ينتشر بسبب هيدا المهنة. نحن فينا نسلط الضوء على قصص نجاح و قصص كتير جميلة خلال المعارض اللي بتكون يلي هي باختيار المجالات، لأنه مثل ما بنعرف الطلاب بآخر سنة بياخدون على معارض لحتى يعرفوا شو بدهم يختاروا. فلازم نسلط الضوء على قصص النجاح ولازم نسلط الضوء على إيجابيات مهنة التمريض يلي هي غير أنه الإيجابيات الإنسانية والشخصية كمان في إلى جانب مردود مالي. مزبوط نحن عم نقول أنه بالتقرير بيّن أنه ما في كتير مردود مالي، ولكن ببعض البلدان موجود هذا المردود المالي، ففي فيما يكون ببلده في ينتقل على بلد تاني، ولكن مهنة التمريض احنا بحاجة إلى بكل أنحاء العالم مش بس بالبلاد العربية. فبالخلال التوجيه بالمعارض منركز على الحسنات يلي هي حسنات مادية معنوية حتى حسنات نقابية. في بعض البلدان في نقابات للممرضين بيقدروا ينضموا وياخدوا معاش تقاعد بعدين إذا بدنا نعمل نحن تشجيع للجيل، لأنه هو عادة بيختار اختصاص بيجيب له مردود مالي ومردود ذاتي بحب إنه هو يكون موجود فيه. فنحن منسلط الضوء على الإيجابية من خلال المعارض، من خلال حملات توعية، من خلال قصص النجاح مثل ما قلنا، ومن خلال ناخد نماذج من طلاب هي بتقول ليش هي حابة تاخد هذا الاختصاص. بركي إذا شاب تاني بهذا العمر مش منتبه لشي معين خلينا ننتبه. فنحن دورنا بالمدارس مع الأهل وبالتلفزيونات نسلط على قصص الضوء وأهمية دور الممرضين. بالتأكيد يعني هناك طرق مختلفة لتعريف الطلاب على مهنة التمريض. أستاذة نادين، ماذا عن توظيف التكنولوجيا في تعليم مفاهيم التمريض للطلاب؟ هل يمكن أن يتم إدراجها في هذا المجال؟
التكنولوجيا موجودة بكل المناهج خاصة بالمواد العلمية، لأنه مثل ما بنعرف خاصة تشات جي بي تي والروبوتكس موجودين بالمواد العلمية أكثر من المواد الأدبية بنقدر نفعلها. بالتعليم أكيد موجودة، ولكن كمان بدنا نوصل لمحل نوصل الطلاب يعرفوا أنه قد ما صار في تطور بالتكنولوجيا دوركم كتير مهم بالمستشفيات كممرضين. فينا بالمستشفيات إذا بدنا نقول التكنولوجيا، نحن حضرتك سألتيني على المدارس، مدارس التكنولوجيا كلها موجودة بالمواد العلمية بالأبحاث بالإكسبريمنتس بكل شيء. هلا الأهم لازم نسلط الضوء هون للتلميذ خلال المدرسة إنه قد ما تطورت التكنولوجيا بالمستشفيات كممرض ما في بديل له. ممكن الماشين تقدم له الدواء، ممكن الماشين تفحص له ضغطه من بعيد، ممكن يكون الممرض قاعد بمكتبه وقادر من كبسة زر يتحكم بالتكنولوجيا بالأدوات الضغط السكر والدم هيك، ولكن ما حدا بيقدر يعطي الحنان والاهتمام للمريض إلا شخص مثله ويكون قريب منه. فما في غنى عن المبرد قد ما تطورت التكنولوجيا، وقد ما التلميذ عرف انه التكنولوجيا هي لها اهميه حيعرف انه دوره كمان كتير اهم من التكنولوجيا، ولكن بكملوا بعض لحتى نقدم الرساله الانسانيه والعلميه والطب والتطور للمريض. نعم. طيب سيده نادين، هل هناك امثله عالميه للدول اللي قامت بتنفيذ برامج تعليميه ناجحه تتعلق بمهنه التمريض في المدارس؟ نعم، يوجد كتير أمثلة، وخاصة لما نحكي عن مش بس الدول العربية، الدول الأجنبية كمان قالوا أنه في عنا ركزوا كتير على دعم وتطوير مهنة التمريض، ولكن للأسف صار في عندهم نزوح من بلدهم لبلد تاني. يعني مثلا الفلبين والصين والهند عفوا، هن منهم بحاجة لعدد كتير كبير من الممرضين، عندهم كتير ممرضين أكتر من العدد المطلوب، وبرضو بعضهم كمان عم يعملوا تدريب إضافي لأنه عارفين أنه بأهمية وجود هذه المهنة، ولكن عم ينتقلوا من بلد لبلد تاني. فنحن مع تدريب الممرضين ومع أنه في نقص عالمي، فمعلش إذا نزحوا من محل لمحل كيف نقول هجرة الأدمغة، عم بيكون في عنا هجرة الممرضين من بلد لبلد. في قصص نجاح كتير، حضرتك ركزتي على قصة نجاح محددة يلي هي أكيد كل ممرض بارع بمكان معين ببلده حيعطوه ثناء، حيعطوه كلمات شكر وامتنان، ولكن نحن منركز النقص اللي موجود عنا يلي هو مش بس النجاح، عنا نقص بالإنصاف، عنا نقص إنه مش الكل عنده نقابات، وحتى لو بال2016 قرروا إنه يكون في نقابة ما عم بفعلوا لهذه النقابة لننصف نحن الممرضين. ويجب أن يتم إنصاف الممرضين، وخاصة نحن نتحدث اليوم في اليوم العالمي الممرضين والممرضات في العالم. شكرا جزيلا لك الخبيرة في مجال التعليم والمناهج نادين جودي، شكرا جزيلا لك. نستعرض سويا الآن مثال من الشرق الأوسط، تحديدا من الأردن، في ظل هجرة أعداد هائلة من الممرضين والممرضات تواجه المستشفيات الأردنية والمراكز البلدية الصحية نقصا في الكوادر، وهذا وفقا لنقابة الممرضين والتي تؤكد عمل نحو 1800 ممرض في الدول الأوروبية. في المقابل يواصل المجلس الأعلى للتمريض تدريب المئات من الممرضين الجدد من أجل رفع جاهزيتهم ومهاراتهم الصحية لمزاولة المهنة. نتابع. منذ 16 عاما تتوجه دانا إلى هذا المستشفى لممارسة عملها في مهنة التمريض، حرصت على تطوير نفسها وخبرتها في التعامل مع المرضى خصوصا خلال جائحة كورونا، لكن ذلك لم يشفع لها بالتخفيف من الأعباء المالية الحياتية واليومية. لازم برضو تدعم الممرض، تعطيه نوع من الحافز عشان يقدر يكمل معك. كل ما زاد العبء المادي أكثر على الممرض ببطل موضوع شغله ريوردينج. الابريشيشن بس كان عبارة عن إعلام وحكي، بس على أرض الواقع صراحة إحنا ما لمسناه، لأنه زي ما كل القطاعات تأثرت بفترة الجائحة، تأثر القطاع الصحي وبرضه صار عليه مشاكل مالية انعكست علينا. عدم تلبية الحوافز المالية وتدني الأجور في قطاع التمريض أسباب دفعت آلاف الممرضين والممرضات إلى هجر المستشفيات الأردنية نحو دول الخليج وأوروبا بحثا عن الأفضل، هجرة أصبحت تشكل هما على العاملين في القطاع الصحي. الذين عملوا في المستشفيات واكتسبوا خبرة أصبحوا مقبولين خارج البلد ومطلوبين. هذا أحدث نقص كبير، وخصوصا في القطاع الخاص. يجب دعمها كليا، سواء ماليا
سواء من خلال برامج التدريب. هنا في مجلس التمريض الأردني وبالتزامن مع جهود عالمية لتطوير قطاع التمريض، يواصل مختصون عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة ومهارة خريجي أقسام التمريض لسد حاجة المستشفيات الأردنية بكوادر تحمل شهادات الرعاية المتقدمة المتخصصة في التمريض. دورات متخصصة متقدمة في الجوانب المعرفية والتطبيقية للتمريض، وأيضا التمريض المتقدم أو المختص المتقدم بيكون محصن بالعلم والمعرفة والمهارة المتطورة والمتقدمة، وهذا سينعكس إيجابا على الرعاية الصحية وعلى الخدمات المقدمة للمواطن الأردني. وحسب إحصاءات رسمية، فإن آلاف الممرضين الأردنيين يعملون في أوروبا ودول الخليج لنجاحهم بالحصول على شهادة الاختصاص مقابل تخرج قرابة 3000 ممرض وممرضة في الجامعات الأردنية سنوياً. بعد أن أثبت العاملون في قطاع التمريض جدارتهم وأهميتهم خلال جائحة كورونا، يقف المئات منهم اليوم على طابور الهجرة إلى دول أوروبية وخليجية بحثا عن الأفضل، هجرة تقابلها جهود أردنية لتدريب أعداد كبيرة من الممرضين الجدد لسد النقص الحاصل في المستشفيات الأردنية. حيدر العبدلي، الحرة، عمان. بكم من جديد. سنويا يتخرج ملايين الطلبة حول العالم ويبحثون مع الموظفين والعاطلين عن عمل، عن فرص توظيف جيدة تتناسب مع مهاراتهم ومع خبراتهم، وهذا عن طريق صياغة سيرة ذاتية جيدة متوازنة أيضا توضح هذه المؤهلات والخبرات والتي يكتسبونها خلال مسيرتهم، وهذا الأمر أكيد يتطلب جهد ويتطلب تفرغ ومهارات عديدة أيضا. ولكن على ما يبدو أن هذا الأمر أصبح من الماضي، فاليوم تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة الآلية حلولاً، تقدم هذه المقترحات حلولاً عملية وسريعة ودقيقة، وبالتالي يمكنها تعديل أو يمكنك تعديل سيرتك الذاتية وكتابة توصيات التوظيف وتحديث حساباتك على مواقع التوظيف بوقت قياسي لا يتعدى حتى الدقائق. رغدة، نعم أكيد هذا الجانب من خدمات الذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة الآلية مثل شات جي بي تي أثار الجدل حول دقة المعلومات التي تتضمنها السير الذاتية، حول عدالة الأدوات المتاحة للجميع وشفافية عملية التوظيف، ولكن من جانب آخر يمكن اعتبارها الشكل الجديد لصياغة السير الذاتية والعصر المقبل للبحث عن العمل دون إضاعة الكثير من الوقت. عمليا يمكن أن يحدث الذكاء الاصطناعي تحولا في صياغة طلبات التوظيف المعتادة التي نعرفها وفق منصة لينكدين، إذ يستخدم الباحثون عن وظائف أدوات مثل روبوت الدردشة تشات جي بي تي الذي يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل طلبات التوظيف أو السير الذاتية. كما وتوفر هذه التكنولوجيا للأشخاص الذين قد لا يمتلكون بالضرورة مهارات الكتابة بالحصول عليها واستخدامها في عملية البحث عن عمل، ولأن خطابات التوظيف يمكنها أن تقوم أو يمكنها تقديم مؤشر عن كفاءة المتقدم للعمل يفترض كتابتها بشكل متقن، وبالتالي كتابتها من خلال الذكاء الاصطناعي ستبدو ربما أكثر دقة ورسمية، مما يعني أن فرص العمل ستصبح أقرب وأسهل للجميع، وسيكون بإمكان الجميع التقدم لنفس الفرصة بمهارات كتابة متساوية. نعم وسهى، فيما تساعدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي هنا على صياغة السير الذاتية لنا بشكل أفضل، ولكن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح يثير مخاوف من سرقته لبعض الفرص والوظائف التي أصبح الروبوت عاملا أساسيا فيها ومنافسا للبشر عليها. هذا الروبوت المتنقل ليس دراجة ولا جهازا لتوصيل الطلبات والبريد، بل هو حارس أمن يقوم بدوريات حراسة وتفقد في سويسرا. الروبوت المستقل ذو العجلتين تم تطويره بواسطة شركة أسنتو المتخصصة في صناعة الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أليساندرو مورا الرئيس التنفيذي للشركة أن روبوت الحراسة سيشكل نقلة نوعية لمفهوم الأمن ودوريات التفقد.
تقوم هذه الروبوتات بدوريات في مناطق كبيرة في الهواء الطلق، ويمكنها الوصول لكل مكان يصل إليه البشر، كما تقدم تقارير أمنية يومياً وحلولاً للأمن بشكل كامل. ويشير خبراء التقنية أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي سيغيران نظرتنا حول الكثير من الأمور من حولنا، وليس فقط خدمات الأمن والحراسة. فهذه المهنة التي كانت سابقاً حكراً على البشر وتتطلب انتباهاً وتركيزاً وتدريبات متخصصة لتطوير مهارات الحراسة، أصبحت اليوم عبارة عن برمجيات يتم تحميلها للروبوت ليتبعها ويرصد الحركة من خلالها. هذا التغير يفتح الباب على شكل المهارات المستقبلية التي يجب اكتسابها من جهة، ومن جهة أخرى كيف نسوق لأنفسنا عبر السير الذاتية لنحصل على وظائف بات الذكاء الاصطناعي ينافسنا فيها، خصوصا مع الجدل الذي أثير مجددا حول ما يقوم به تشات جي بي تي في تطوير للسيرة الذاتية وكتابة خطابات التوظيف وحتى صياغة الردود على أسئلة المقابلة المتوقعة. وعلى الرغم من تخوف الشركات الكبرى وتحذير الخبراء من دقة هذه التقنيات والجدل القائم حولها بين اعتبارها وسيلة للغش والتزوير أو مصدراً إضافياً للمعرفة، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لخبراء في لينكدين يمكنها تعزيز المرونة في العمل وتوفير الجهد والوقت للموظفين والشركات. أما الآن دعونا نستعرض رأي الشارع العربي حول الذكاء الاصطناعي ومستقبله، هل سيكون بديلاً للإنسان أو عوناً له؟ نتابع سوياً الإجابات ثم نكمل حوارنا. برأيي أن الذكاء الاصطناعي ليس إلا أداة من الأدوات التي يستطيع المترجم أن يسخرها لنفسه ولا يعتبرها منافسا له، لا في ترجمته التحريرية ولا في ترجمته الفورية. بعتقد الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وهو الحاضر أكيد. بنفس الوقت الذكاء الاصطناعي انتشر كثير أنه هو صار بديل للكثير من الأشخاص وصار بيهدد وظائف الأشخاص بالمجتمع الوظيفي، بس بنفس الوقت أنا بعتقد أنه هو فرصة كثير كبيرة للأشخاص أنه يطوروا من مهاراتهم ويواكبوا العصر، وفرصة أنه يتعلموا أشياء جديدة بتخص الذكاء الاصطناعي. حاليا أتوقع يعني الذكاء الاصطناعي لابد منه في جميع المجالات، لا يوجد مجال يخلو من الذكاء الاصطناعي من خلاله. يعني حتى حاليا الـ AI يستولى على عملية التوظيف، عملية الدراسة، حتى الوظائف حاليا بدأت أنه يشغل مكانها الذكاء الاصطناعي، بحيث مثلا الصحفيين حتى من قبل كم يوم شفت إذا يعني مذيعة من بالذكاء الاصطناعي، بحيث أنه لا يمكن لأحد أن يتصور أنه هذه المذيعة فقط بالذكاء الاصطناعي وليست إنسانة حقيقية. أحس أن تشات جي بي تي يسهل علينا كطلاب أن يخفف علينا المواد والإنفورميشن، الانفورميشن يقدر يعني ناخذها بسرعة، وبنفس الوقت هو أكيد ما يعني يمحي الدراسة أو الريسيرش كامل، بس في نفس الوقت يعني أكيد راح يسهل علينا كطلاب. الذكاء الاصطناعي له دور كبير في مساعدتنا كأشخاص وليس أخذ أماكننا أو وظائفنا بشكل عام. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دور مهم في تحفيزنا على إيجاد أشياء ليس لنا القدرة على إمضاء وقت معين في البحث عليها، وليس تعويضنا بشكل كامل عن ما نحتاج إليه. للحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا سامح غرواتي، مدرب في التنمية الإدارية والتطوير الذاتي. صباح الخير عليك أستاذ سامح. بداية، ما المعايير المسموح بها في كتابة السيرة الذاتية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ أول شيء صباح النور. صباح النور. بالنسبة للمعايير ذكرتيني من فترة طلع كريشنر اللي هو المدير التنفيذي لشركة اي بي ام، وأكد على موضوع المعايير الأخلاقية لمتابعة الذكاء الصناعي. طبعا الذكاء الصناعي احنا الآن في المرحلة الرابعة اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي. اليوم أصبحت الآلة في مرحلة التعلم العميق اللي أصبح لديها قدرة على تحليل الأمور ومساعدة الأمور والتفكير لوحدها وإعطاء نتائج معينة، وشايفين اللي احنا الآن يعني من تقريبا من بداية العام لحد الآن بلشت تدخل التطبيقات حيز التنفيذ والناس عم بتجربها، ونحن الآن في المرحلة الأولى التجريبية. طبعا كان في شات جي بي تي 3، احنا الآن شات جي بي تي 4،
بعد 2030 إن شاء الله حندخل في مرحلة الروبوت اللي هو تحضير، هو أحد مراحل الذكاء الصناعي، يعني هو منتجات الذكاء الصناعي اللي إحنا عم ننتظره. فموضوع الأخلاقيات يجب متابعته طبعا، لكن في موضوع السير الذاتية ومسيرة الذاتية هو already بال 2014 صار إحصائية أكثر من 76% من متقدمي الوظائف ما بيكتبوا سيرهم ذاتية بنفسهم، بيستعينوا بأشخاص، بمكاتب، بمواقع على الجوجل، ممكن عن طريق الإنترنت بيساعدك في كتابته. فالآن أصبحنا في يعني بمنظومة متطورة أكثر، موقع لينكد إن الآن أصبح في عنده منظومة خاصة فلترة أوتوماتيكية لحالة تقنية اللي هي الـ ATS الـ Applicant Tracking System، هو بيفلتر لحاله السي في شو مكتوب فيها، الكلمات، الأشياء المطلوبة لحاله بيفلتر قبل ما يشوفها الشخص. فلذلك نحن الآن أصلاً أوريدي عم نستخدم هاي المعايير في الذكاء الصناعي وعم بيستخدموها. بالنسبة للموضوع كتابة السيرة الذاتية مثل ما تفضلتي حضرتك في البداية، أصبح بإمكاننا الاستعانة فيها لموضوع التحسين، أو أنا ممكن أفكار ما بعرف أعبر لكن ممكن يكون فيها مثل ما تفضلتي بالتقرير كنت عم تقولي إنه أخذ فرصة غيري، مبدئيا ممكن طبعا إذا كان شخص عم بيستخدمه بطريقة ذكية وعنده طريقة ذكية للتعبير عن طريق ممكن يستفيد منها في المرحلة الأولى طبعا. أوكي. طيب أمتى ممكن نقول إنه هذا مخالف للعمل ومخالف أخلاقيا؟ ممكن استخدام الذكاء الصناعي طبعا اذا كانت انت عم بموضوع الغش في المعلومات، ما هو الذكاء الصناعي كيف بيستخدموه؟ ما انت في كتابه سيره ذاتيه اذا نحكيها انا بعطيه معلومات من عندي، فاذا هو بيعيد صياغتها مثلا، هو فقط هو بيطلب منك معلومات اللي هو اسمك، مواليدك، هالامور اللي هي الدورات اللي اخذتيها، مجالات العمل، انت بتعطيه معلومات وهو يعيد صياغتها. فهو اساسا عم بيعتمد على الكلام اللي نحن عم نعطيه، مش فهو مش بيقدر، ما بيقدر يعني هو يكذب او يطور او يعمل شيء بالسي في زياده عن اللزوم، لا هو يدرس، هو يمتلك معلومات. يعني بالاخير كيفيه عمل الذكاء الصناعي في هذه المواقع انه هو بيكون عنده أرشفة من عشرات السنين في كل مواضيع التوظيف والوظائف، صار عنده خبرة. يعني نقول هو شخص، إذا نفكره أو نستوعبه كشخص، هو شخص عنده خبرة عشرات السنين في كل المجالات، في كل الأعمال الموجودة من عقود لحد الآن. فأصبح عنده القدرة على الصياغة، فبيعطيك هو أكثر من قالب للصياغة في كتابة السيرة الذاتية الموجودة. أما لموضوع الغش فهو نابع من الشخص اللي عم يعطي المعلومات وليس من الذكاء الصناعي. أوكي تمام. يعني أستاذ سامح تحدثنا كيف أن الشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد أي حدا متقدم على وظيفة في المرحلة الأولى، ولكن ماذا بالنسبة للمقابلات الوظيفية؟ هل ممكن في المستقبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي هو من يجري مع الموظفين المقابلات، وكيف ويقيم حتى مستوى التوظيف؟ بال 2035 إلى 2040 أعلنت صحيفة تليغراف بال 2017 أن هناك سوف يكون أول قاضي روبوت، فما بالك بالوظائف. نحن الآن سوف ننتقل لمرحلة الهيومن ريسورسز، الموارد البشرية القديمة، إلى المرحلة الفيرجن 3.0 اللي هي بنسميها الآن هو استحواذ أو استقطاب المواهب، هي الأكويزيشن تالنت أو تالنت أكويزيشن اللي هي المرحلة المحدثة من الإتش آر. ممكن وبصراحة يعني تعي نحكيها شوي بودي أكثر، أصبح الآن أنا برؤيتي يعني اليوم راح نكون في مجال أفضل لاستحقاق الشخص المناسب في المكان المناسب. لربما ولكن لازم ناخذها بهي الإيجابية والنظرة، لأنه أنت الآن الأشخاص اللي عم تقرأ السي في أو اللي عم تكتب لك سي في أو الشركة هي تتبع رؤيتها الخاصة، والشخص اللي عم يمسك السي في لتوصله فهو عم بيشوف السي في من نظرته هو، صحيح، مش من النظرة العامة، مش ما عاد في تفرقة، هذا صديق بعرفه من عندي من جنسيتي من هي أموري. هذا الجهة الإيجابية في هاي الجهة الإيجابية أنه أصبح الآن نقول إحنا صار في عنا المكافأة بكل الصفات، أنه الشخص حيكون بدون معيار كامل، ما بيهمني شخص ذكر أنثى، جنسيته، لونه، لغته، ما عاد يهم. فهي نظرة رائعة جدا للمستقبل، أنه هو سوف يجعل الرجل المناسب في المكان المناسب. بالإضافة الآن موضوع حتى الإدارات، إذا نحكي على الإدارة اليوم نحن عم نقول 2030 بالنظرة استعد لي يكون روبوت تبعك، هو المدير تبعك روبوت. فاليوم المدير روبوت، الناس كلها عم تخاف، لا ما تخاف، ما هو بالأخير أداة. بال 1940 كان في وظائف اليوم مش موجودة، صحيح، والآن نحن في مرحلة تطور. إذا بنقول جملة اللي نحن دايما بنقولها حلوة، من لم يتجدد يتبدد. فنحن داخلين الآن في حيز علينا أن نستخدمها، الذكاء الصناعي أداة وليست شيء بيخوفنا طول ما نحن عم نتابعه. طبعا في مخاوف، أكيد موجود مخاوف، وهذا الشيء طبيعي جدا لأي تطور أي شيء. أنت عم تتعاملي مع شيء
طبعا هو الانسان خلقه من 56 جون مكافي هو موضوع لكن من فتره اذا بتتذكر يمكن من 5 أيام تماما عراب الاي اي اللي هو جيفري هينتون استقال من جوجل لمخاوفه معينه هي كل شخص يعني يبدي مخاوف معينة لكن احنا نستخدمها أداة. طيب من خلال خبرتك الأمور اللي يجب أن خلينا نرجع بيك لموضوع السيرة الذاتية هنا الأمور اللي يجب أن تحويها السيرة الذاتية في المستقبل حتى يكون الشخص مؤهل للحصول على أي وظيفة. طبعا وظائف المستقبل سوف تختلف حسب المنتدى الاقتصادي العالمي ديفيس كان في إحصائية بتقول أنه 65% من الجيل زد يعني اللي حيدخلوا الآن 2016 اللي دخلوا 2016 grade 1 حيكون لهم وظائف ما نسمعين عنها أبداً دراساتهم الجامعية مختلفة التخصصات مختلفة فأكيد في عنا تخصصات مختلفة لكن اللي نقول الوظائف الأكبر أو الأشمل حتكون هي المتعلقة بعلم الديتا أو البيانات بهندسة البيانات هندسة المعلومات هي الوظائف اللي حتكون مطلوبة أكثر في الامور اللي احنا عم نحكيها هذه وظائف المستقبل يعني وظائف المستقبل عم نقول احنا مش بنعرف شو حيكون تخصصها وشايفينها لذلك احنا اعتقد وانا شايف الافضل طبعا حسب الكلام اللي سمعناه من معالي وزير الذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي سيد عمر سلطان كان عم بيقول بمقابله اللي صارت بلقاء الحكومات السابق كان جملة جدا رائعة أنه نحن نستخدم الذكاء الصناعي لجعل الحياة أسهل وأفضل وتطوير أداء العمل ومن هذه الجملة من المهم أن يكون الذكاء الصناعي موجودا ولكن يجب أن يتم استغلاله بطريقة ذكية نقول أذكى لربما في ناس تستغله نحن هنا سوف نستثمره بطريقة ذكية بطريقة ذكية صحيح سامح غريواتي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات كنت معنا مدرب في التنمية الإدارية والتطوير الذاتي شكرا جزيلا شكرا لكم نتحدث الآن عن فصل الربيع الذي يتميز بجماليته من حيث المناخ والطبيعة الخلابة وهو الفصل المفضل لملايين الناس حول العالم إلا أنها له عوارضه الصحية التي تندرج تحت مسمى مرض الربيع صحيح سهى ومع بداية هذا الفصل الكثير من الناس يشعروا بالحيوية والنشاط ولكن في ناس أخرى ممكن تحس أن الانتقال هذا إلى الربيع أمر مرهق بالنسبة لهم ويسبب لهم حتى في أمراض وبحسب دراسة لجامعة كولومبيا فإن موسم الربيع يؤدي إلى نوع من اضطراب الهوس الاكتئابي المؤقت بهذا الاضطراب يختبر الناس تحولات سريعة في الحالة المزاجية العالية تحديداً نعم سهى وتقول الدراسة إن المزاج العالي يتحول إلى حالة خاملة من الاكتئاب والمرض العضوي وهذا ما يعرف باسم مرض الربيع أو حمى الربيع رغم أن مرض الربيع ليس مرضاً خطيراً لكنه كان كذلك قبل قرنين أو 3 قرون حيث كان يسبب التعب والتوعك وسهولة المعاناة من الكدمات وآلام العظام ونزيف اللثة وضعف التئام الجروح نعم ويعزو الأطباء أسباب هذه الحالة وأعراضها إلى النقص الحاد في فيتامين سي وفيتامين دي بالجسم إضافة إلى معاناة الاكتئاب الموسمي في الآن نفسه نتابع الآن أعراض حمى الربيع بحسب موقع ساينتيفيك أمريكان إذن ما هي أعراض حمى الربيع بحسب موقع ساينتيفيك أمريكان؟ حمى الربيع التي يصاب بها الإنسان خلال شهري إبريل ومايو تسبب احمرار الوجه وزيادة معدل ضربات القلب وأيضاً تسبب فقدان الشهية والأرق وأحلام اليقظة وهي تسبب حالة مزاجية وطاقة متقلبة سريعة لا يمكن التنبؤ بها حتى الآن نعم وإلى خبر آخر في نفس هذا الموضوع عن حمى الربيع احنا سألنا الناس في الشارع العربي كذلك إذا عندهم فصول معينة لاستقبال هذا الفصل وهل يشعروا بأن هناك تغيير نفسي يأتي مع قدوم الفصل هل هذا شعور إيجابي أم شعور سلبي هذه الأسئلة كلها طرحناها على الشارع العربي وعدنا لكم بهذه الإجابات نتابع أنا نفرح كي يدخل فصل الرابع باسكو أثر عليا بالإيجاب باسكو تكون يكون موف مشباب تكون الحالة كامل خضراء كونتخا وكاين ناس ثاني ما كاين اللي عندهم حساسية ما كي يدخل الرابع باسكو عند تولي عندهم حمى الرابع
ما يحملوش هذا الفصل واللي المورال تاعهم هابط وشو ما يكونوش كامل ملاح. رغم جمال الربيع ورغم الازدهار والافراح وخاصه بالجزائر، فصل الربيع كاين بعض المناطق تحتفل به يوم يعني عيد ويوم خاص، لانه فيه الازهار وفيه الجمال وفيه يعني مناطق تكون يعني ما شاء الله يعني للسياحه. ولكن رغم هذا فيه بعض العيوب، يعني هذه من الناحيه الصحيه كاين بعض الاشخاص، منهم انا واحد، لما تجي فصل الربيع يبدا الازهار والنباتات نصاب نعود نعطس وعود عيني يدمعوا، وهذه ظاهره نظن يعني طبيعيه يعني عندها الدواء نتاعها ولكل داء دواء. نتحدث موسعا حول هذا الموضوع. تنضم إلينا دكتورة ليلى عادل محمود المتخصصة في الطب النفسي. أهلا فيك دكتورة، صباح الخير. صباح النور. دكتورة، كيف تؤثر التغيرات الموسمية على مزاجنا وسلوكنا وبالتالي على صحة الإنسان؟ التغيرات الموسمية دي اللي هي تقصدي الشتاء والخريف والربيع والدخول على الصيف، فطبعا ده معناه أنه بيرتبط بالضوء. الضوء شيء مهم جدا، لان هي اللي بيسموها الداي سيفنج تايم او فتره اللي هو طول النهار او قصره بتاثر على المزاج. فلما بيجي الخريف والشتاء بيبقى فتره النهار قصيره، فلما فتره النهار قصيره ده بياثر على المزاج، النوم، الاكل. هيأثر على المزاج للاسف انه بيقلل هرمونات المزاج، هرمونات السعاده، السيروتونين، النوربينفرين، الدوبامين، دي الهرمونات دي بتبقى قليله جدا، بيزود هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول عن النوم، فبالتالي في الشتاء الاحتياج للنوم بيبقى اكتر. بحس بالكسل، بالارهاق، بالخمول. طالما السيروتونين قل يبقى كورتيزون عالي، كورتيزون اللي هو بيزود الالتهاب في الجسم، فبالتالي وكمان بيكبر منطقه المشاعر في المخ اللي هي الاميجداله بتورم، فالواحد بيبقى دراما كتير، مشاعر سلبية، ما عنديش طاقة أعمل حاجة، ما عنديش رغبة للحياة، مش عايزة أروح الشغل، مش عايزة أعمل أي حاجة. زائد كمان في الدول الاسكندنافية اللي هي درجة الحرارة بتبقى باردة جدا، الشمس بتغيب بالأيام، التلج بيبقى في كل مكان، فمبقاش بنعزل عن الناس، مش عارف أختلط بالناس، حاسة أن أنا بردان معظم الوقت، ببقى على جنب الدفاية بس. فده بيخلي يجيب أعراض الاكتئاب، الأكل الكتير، النوم الكتير. إنما بقى لما بيجي ابتدي نخش على فصل الصيف، المرحلة الانتقالية بفصل الربيع، يبتدي الضوء يزيد، اللي هي دينج سيفنج تايم بيبقى عالي، فبالتالي المفروض ان الشبكيه بتتعرض لاضاءه اكتر، فده يعمل العكس، يزود هرمون السعاده جدا السيروتونين، النوربينفرين، الدوبامين، ويقلل الميلاتونين، فبالتالي الاحتياج للنوم بيقل، المزاج بيبقى احسن. المزاج ممكن بقى يبقى احسن في بعض الناس، ممكن تبقى بطاقه هايبر، نشاط زياده، غضب زياده، سهل الانفعال، سهل الاستثاره، ساعات بيبقى قلق وتوتر، لان هي المرحله الانتقاليه من الشتاء للصيف. في بعض الناس بتعدي بهدوء، في بعض الناس لا بتاخدها الامور بتبقى صعبه عليها، بيبقى في تقلبات في المزاج، مش سهل ان هم التغيير في الهرمونات ده مش سهل ان جسمهم يتقبل. الشهيه بتقل والنوم بيقل. يعني هي التغييرات هذه اللي تصير في الفتره الانتقاليه هي اللي ممكن تسبب اعراض نفسيه سلبيه عند بعض الناس. بالحديث عن هذه الاعراض، منها حكينا عن اصابه بحمى الربيع، ما العلامات التي تظهر عند الشخص حتى نعرف انه مصاب بها؟ هي الفكره، حمى الربيع دي ابتدت الناس تتكلم عنها تقريبا 170 سنه، من 1850، وكان في ديبيت عليها، يعني كان في حتى التعريفات بتاعت حمى الربيع قد تكون متناقضه، يعني بعض الناس بيقولوا ان هي الفيفر، اللي هي في بعض الناس اصلا انكرتها مش راضيه تعترف بيها، في بعض الناس معاها، وان كانت هي موجوده علميا هي موجوده، فبعض الناس بتقول لك دي هي الفيفر او الحراره اللي بتخليني انا كادلت او كطفل اي كان نوت سيت ان ماي اوفيس او كان نوت سيت ان ماي كلاس، ان انا بيبقى عندي حاسس ان الجو ابتدى يبقى حلو، واللي هو الريبيرس والرينيوال، ان الاشجار ابتدت تزدهر، الورد ابتدى يطلع، الجو ابتدى يبقى حلو، فانا كنت محبوس في الشتاء، مش عايز افضل محبوس، انا مش عايز اروح شغلي، مش عايز اروح المدرسه، عايز انطلق اخرج استمتع بالشمس، حتى اللي هو سبرينجنج اوف ذا بيبل، ان الناس بتحس ايه بتربع كان يجي لها الربيع. ففي بعض الناس بتقول لك لا ده مرض، هو الشعور بس بالاستياء نتيجه ان العقل والجسم مش عارف يتاقلم مع التغيرات اللي بتحصل في جسمي، التغيرات الهرمونيه. فهو شخص بيشعر زي ما التقرير قال، الاحمرار في الجسم، ان انا بحس ضربات القلب بتزيد، بحس بالانفعاليه، بحس بالرغبه ان انا عايز اعمل حاجات اكتر، المسؤوليه والالتزام بالشغل بتقل شويه. طيب دكتوره ليلى، اذا اردنا ان نتحدث عن التشابه ما بين الاكتئاب الموسمي وحمى الربيع، ما هي؟
هو في تشابه. بصي هقول لك حاجه، احنا الاكتئاب الموسمي، الناس اللي عرضه للدخول في الاكتئاب الموسمي هم اكتر ناس عرضه للدخول في حمى الربيع، لان هو بيبقى عنده اكتئاب، بيخرج بيحصل الشمس بتحصل، هرمونات السعاده بتعلى، فبالتالي مزاجه بيبقى حلو. وده اللي زي ما انتوا قلتوا برده حاجه مهمه جدا، ان انا اكون اوير قوي ما بين ان انا بتكلم في حمى الربيع اللي هي بتيجي من مارس لمايو وتقعد شهر او اكتر، ولا بتكلم في اضطراب وجداني هوس، لان ساعات بيبقى في انفعاليه بزياده، مزاج عالي بزياده، صرف الفلوس بزياده، ما بعرفش التزم بالقوانين، عندي الاحساس بالعظمه وان انا بحس نفسي حاجه كبيره، طبعا ما بحتاجش ان انا انام خالص، انام ساعه واتنين واحس اني قوي. فده وورنينج، لان مهم جدا الباي بولر ده، لا الاضطراب الوجداني الهوس محتاج عليه. حمى الربيع لا، هو الشخص لقوا ان في 90% من الناس بيبقى مزاجها حلو ومبسوطه ومزاجها عالي وبتخرج، 10% بس بي عندهم حاجه اسمها السبرينج ليثرجي او سبرينج فاتيج، اللي هي بتيجي معاهم بالعكس، المفروض الربيع بيجي بنشاط، لا هو بيحس ان هو برده مكتئب، برده متضايق، برده تعبان. ودي هم فسروها بحاجات كتير، مفيش نظريه واحده مؤكده، بس هم قالوا مثلا من ضمن النظريات ان هو الهرمونات السعاده، هو اصلا اوريدي خارج من الشتاء وهرمونات السعاده بتاعته قليله، فبتبقى اكزوستد، فمفيش اصلا هرمونات سعاده بتفرز ليه، لانه شخص اصلا اوريدي عنده اكتئاب وهرمونات السعاده بتاعته قليله. في بعض الناس قالوا لا، لان الحراره بتزيد، فضغط الانسان الواحد بيحط نفسه في ستيت اوف اكوليبرام، ضغطه بيوطى، فلما ضغطه بيوطى والاوعيه الدمويه بتتمدد بيحس بالارهاق والتعب. في ناس قالوا لا، احنا بنبقى خارجين من شهر من الشتاء يعني، فبيبقى مفيش اكل الخضار وفاكهه، معظم الناس اكتر تاكل نشويات وسكريات، فنقص الخضار والفاكهه ده بيبقى عامل اساسي لتكوين الاحماض الامينيه الاساسيه في المعده، عشان كده يقولوا المعده العقل الثاني، اللي هي اساسيه لتكوين هرمونات السعاده. فمن الستيب 1 اللي هو الاحماض الامينيه دي قليله، هرمونات السعاده ما بتتكونش. طيب كيف تؤثر كذلك التحولات اليوميه في فصل الربيع على عمل جهاز المناعه؟ هي الفكره ايه؟ الضوء، الفكره كلها في الضوء. الضوء تيجي الشبكيه بتمتص الضوء، بتروح للساعه البيولوجيه في الجسم، البيولوجيكال كلوك، كل خليه في الجسم ليها ساعه بيولوجيه بتعمل لها اوبريت على مدار 24 ساعه، بتتحكم فيها على مدار ال 24 ساعه. فانا دلوقتي انا عندي الضوء كتير، فبالتالي انا الهرمونات عندي قلت، لانه اثر على الساعه البيولوجيه، البيولوجيكال كلوك اللي هي السوبركايزماتيك نيوكليس والهايبوثالاموس والباينيال جلاند اللي هم مسؤولين بقى عن افراز الميلاتونين، فتفرز لي ميلاتونين قليل، تفرز لي كورتيزون قليل، تفرز هرمونات سعاده قليله، ببقى انا هايبر ونشيط وحلو ومزاجي حلو. او على العكس في سيزون الافكتيف ديبريشن اللي هو الاكتئاب الموسمي اللي بيجي من الخريف، لان هرمونات السعاده بتقل، كورتيزون وميلاتونين بيعلى، فهي بتاثر على الجهاز المناعي عن طريق الساعه البيولوجيه في الجسم. دكتورة ليلى، يعني اثرتنا بهذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. الدكتورة ليلى عادل محمود المتخصصة في الطب النفسي، شكرا جزيلا. شكرا. الى هنا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقه، الى اللقاء. بامكانكم مراسلتنا على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله.